اللي كانت في الكوفيد اللي ما تعطاتهمش. بالنسبه للرياضه انا جاي نهضر عليها، بالنسبه للبيماش، بالنسبه للرقبانه، ورا هادشي اللي جا عندنا في البرامج الانتخابيه اللي كنا درنا في المواطنين. راه البرنامج الانتخابي اللي درنا حنا كاملين، سواء حنا كحزب ولا الحزب ديالكم ديال الكنس الساهل حسن ولا الانصاف الان للاخوه في حزب استقلال ولا جميعا من اجل رد الاعتبار في العاصمه الاسماعيليه ولا ديال المعقول اللي داروها الاخوان ديال، يعني راه رفعنا بعض الشعارات، الرقمنه، ترشيد العليل، تقريب الخدمات الجماعيه، الاناره في المستوى، الجارديناج، انسي دو سويت، راه هادشي ما كاينش في هاد المجانيات. راك بحال غنديرو بوز المكناس ونبدا هنا باش ما نطولش. نبدا بالنسبه لانشطه المجلس، تعويضات الرئيس وذوي الحقوق هذيك، يعني بالنسبه لمصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، هنا فتحتوا الميزانيه السيد الرئيس غتكون عندكم ديميسيون، بالتالي هاد 1000 درهم راه ما يمكنش تكون 1000 درهم، خصها تكون اكثر من 1000 درهم. غيكونوا ديميسيون سواء للرئيس ولا للمستشارين ما غتبقاو باش ديروهم، بالتالي خصها تكون. النقطة الثانية مصاريف الأعياد الوطنية والاحتفالات، شراء عتاد صغير للتزيين 20 مليون، 20 مليون راه ما كافيش، أنا كنقصد تكون 50 مليون ديال 500,000 درهم، يعني 50 مليون سنتيم. بالنسبة لشراء التحف الفنية والهدايا قليلة، راه كيجيو وفود، راه خصك تعطيهم ما تعطيهم، يعني إلا بغيتي دير الحكمة خصها تكون عندك الفلوس باش تصرف، سينو كيكون دي توي وحدي اخرين اللي ما كيكونوش كيستجبوش للنظام ديال الحكمه والنظام ديال من مصاريف النشاط الثقافي والفني 10 مليون سنتيم ديالها شخص، واش ديال عيد العاش ولا ديال المسيره الخضراء ولا ديال الاستقلال ولا ديال استرجاع واد الذهب ولا ديال الشباب ديال ذكرى ديال الشباب ولا شنو ديالها، ازيد من 20 ديال تقديم وثيقه الاستقلال ديالها هاد 10 مليون سنتيم راه ما تكفيك، انا كنقصر عليك 500,000 درهم باش تبقى ما تصرف. تنظيم الندوات والمناظرات والتدابير، انا استفزتني هذيك، انا ما درت حتى شي حاجه في هذا، وباش غدير برنامج عمل جماعه مثلا شنو غديروا عن بعد؟ وراه ديري بريكسيكو في شي تقرقيبه باش غتصرف الرئيس، راه ما غاديرش الصينيه باش غادي دير باش غنديرو حنا الانشطه ديال الجماعه. هنا ما درتي والو هنايا في سميتو، لا مصاريف الاستقبال لا الايواء لا الاطعام لا التنقل لا الكراء لا وزير المطبوعات انسي دو سويت، راه خصني نقول شي حاجه. الصونو راه خاص شي حاجه باش غنديرو حنا برنامج عمل الجماعه اللي هو عندنا ورش كبير غيكون في الموسم او السنه المقبله، راه خاص يكون فيهم هذا الشيء. هذا اللي درتو هنا راه ما خدام ديال 1000 درهم 1000 درهم، هادشي راه ديال كورونا اللي درتو. كورونا راه كان واقف مكناس واقف، ما كان كيخرج حتى واحد. ما يمكنش تطبقوها في سنة اللي كاين فيها ما بقاش الاحترازات التدابير الاحترازية. بالتالي خاص مراجعة هاد 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 لي بيجي تاع هادو اللي خاصها. رواتب بالنسبة للأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين، بالنسبة للرواتب الموظفين درتو لنا بأنما خارجين 94 موظف خارج التقاعد. الإشكال أن ما مسناهاش في الميزانية. يعني بقات 105 مليون ديال الدرهم. واش ما كاينش عند هذاك الأثر ديال ديك المبادرة ديال 94 واحد ما عندوش أثر في الميزانية. يعني على مستوى الأجور. ما غاتكونش الترقيات كاينين ولكن ما غاتكونش على حساب العدد اللي خارج، راه 100 100 راه تقريبا 10%. راه تقريبا 10% غيخرجوا ديال الموظفين، يعني خصو يكون الاثار ديالها. بالتالي انا كنقول خصها تكون يجيو داكشي ستريكت مينيموم، خصو يكون تعويضات على الاشغال الاضافيه، كانت عندنا 1000 سنه، راه الاشغال الاضافيه هي مثلا اللي جبناهم نهار السبت، راه خاص باش غيتعوضوا، راه خصها دار هنا. بالتالي كنقصر 1.5 مليون درهم تعويضات على الاشغال الشاقه والموسيقى، يعني كنا دايرين 7.7 مليون درهم، راه خصها تبقى 7.5 مليون ديال الدرهم، لأن هذه حقوق أو حقوق مكتسبة ديال الموظفين خصها تبقى عندهم، ما
ما خصناش نقيسوها. تعويضات على الاشراف على المباريات والامتحانات كانت عندنا 100 مليون درهم، كاين عندنا 550000 درهم فقط. يعني لو بغيتي يكون الامتحانات والاشراف عليها بواحد المستوى خصنا نرفعوا لها القيمه هذه. كذلك الامباكت ديال ذاك المغادره ديال الموظفين خصو يكون على مساهمه الارباب في الصندوق العربي، الصندوق المغربي للتقاعد، خصو حتى هو يكون مقسوم منه، وفي مساهمه المنظمه التحتيه الاجتماع خصو مقسوم منه. مصارف تنقل داخل المملكه هنا 350000، كانت عندها 250000 راه خصها تبقى هي 1000. راه كاين كينقلوا الموظفين، بالتالي ما يمكنش يكون عندهم لي ديبلاسمون ما يتخلصوش فيهم. حتى هذه من الحقوق المكتسبه اللي كاينه عند الموظفين سي الرئيس، راه خصها. عندنا مصاريف مهمه بالخارج، كيكونوا تكاوي الموظفين خارج المغرب، راه خصها تكون عندنا بريزون شارج ديالهم، سينو راه ما غيبقاش هاد التبادل الدوري. ومكناس عاوتاني غنرجعوا بها عاوتاني سنوات لورا. خصها تكون 100000 بعدا كاين، تكون عاود 100000 ديال درهم. مصاريف التدريب كانت عندنا 60000، انتوما اللي دايرين 20000. وهادشي كان كيسال الصدقيه، وانا كنقترح تكون 60000 درهم. مصاريف التدريب نرجعوا لتسهيل الاداري. اقتناء بنايات إدارية، ما عرفتش حيت إلا بغيتو تكون خدمات في المستوى، راه حنا دابا أنا اللي بطريقة من التجربة البسيطة، أنا كنقول أن المصالح ديالنا ديال الحالة المدنية ولا ديال مطابقة الأصول في المقرات ديال الملحقات الإدارية، خصنا نخرجوهم من تما ويكون عندنا مقرات ديالنا. بالتالي بغينا نديرو هذه العملية خصها تكون عندنا واحد السنة اقتناء بنايات إدارية. وانا كنقترح على السيد الرئيس يكون بعدا كاين واحد في المناطق الحضريه اللي كاينين بخمسه د البنات، يكون عندنا في كل منطقه حضريه واحد الملحقه اداريه ديالنا تكون نموذجيه توشي يعني التراب ديال الجماعه كامل. تالي خذها بعين الاعتبار فيما يخص هذا اقتراء اليات النقل واليات اخرى. كانت عندنا 200000، كاين 100000 هنايا صيانه والمحافظه على البنايات اداريه. هنا سي الرئيس ما عرفتش انا علاش حنا كنا دايرين 2 مليون درهم وفي كورونا درنا 1 مليون درهم وهنا دابا حنا دايرين 600000 درهم. دابا يعني غتبقى البنايات ديالنا غتبقى مهترئه وراه ما يمكنناش نديروا لها الصيانه الاعتياديه ديالها بهاد 60 مليون سنتيم. سي الرئيس راه ما غاديش تكفي، راه خدمنا بجوج المليون ديال الدرهم وكان تيربي الخدمه في جوست ولا قريبه للمتوسط، ماشي هي حسنه ماشي هي لا بأس بها ماشي هي جوست متوسط. انا كنقترح عليك تكون جوج مليون ديال الدرهم فيما يخص الصيانه والمحافظه على البنايات الاداريه. كاينه 18 ملحقه اداريه، عندنا مجموعه من البنايات، عندنا المراكز الثقافيه، بالتالي خاص تكون واحد الميزانيه. لوازم المكتب وهذه راه هذه خصها تبقى خذها بعين الاعتبار. راه 1.2 ما غاتكفيكش الرئيس من شان اي شيء. 1.2 1 مليون درهم حيت رجع الميزانيه. الى رجعتي الميزانيه هذا العام هذا شحال صرفنا؟ غتلقى صرفنا 2 مليون 2.1 اللي غتلقى صرفنا فيما يخص لوازم المكتب لوازم المكتب موارد الطباعه اوراق ومطبوعات. هذا العام درنا 2.1 تقريبا 2.1 مليون ديال الدرهم. 1.2 راه ما غاديش تكفي، سينو راه غادي يولي عندنا مشكل في السير الاداري والعادي للمرافق ديال الجماعه. انا كنطلب ان هاد لاليد تراجع تولي 2 مليون درهم على الله وعسى. هادشي هذا 2 مليون درهم راه ما نهضروش على التزامات ديالنا كاحزاب في الحملات الانتخابيه في اطار تجويد الخدمات، في اطار ان تكون خدمه عموميه في واحد المستوى معقول، في اطار ان ديماتيريزاسيون ديال سميتو. يعني ما غاديش يكون عندنا، راه اللي جاي يقبض جوج عقود ديال غنعطيه واحد ولا ما غنعطيهوش كاع. راه وقعت لنا غيبتي في ستوك شحال هادي في الولايه السابقه، راه وقعت لنا غيبتي دو ستوك.
نجي لوزير العتاد التقني ومعلوماتي، وهذه استفزتنا سير الرئيس لانه كاين دورية خاصة بهذا لوزير العتاد التقني ومعلوماتي. كاين دورية رقم 71 75 د اللي جاتنا في 26 اكتوبر، وقيلا ما عرفتوش ما طلعتوش عليها. هاد الدورية هادي حدات خمسة ديال المحاور: العلاقة مع المواطن والمقاولة، مكتب الضبط المركزي، شكاية مطمئنة، شفافية، أوف بارتيسيباسيون، الموقع الإلكتروني. هذه أولا. الحالة المدنية، نظام الحالة المدنية وثيقة بوان. ثانيا الرخص، عندنا رخص ديال التعمير والرخص الاقتصادية. رابعا تدبير عمل المجلس، مجلس بوان. وخامسا التدبير المالي الجيد والجير وأجور وإدمان. هادو كاملين، هاد الرقمانة باش غنديروها حنا مثلا؟ الرقمانة راه خاصها البلاتفورم ديالها. أباجيات ديال البلاتفورم خاصو بيسي، خاصو كلافي، خاصو إيليتي سونترال، خاصو طبيعة، خاصو سكانر، خاصو كذا. هنا داير هنايا، هنا داير، هنا داير هنا 200 ألف درهم مثلا، شنو غنديرو ب 200 ألف درهم مثلا؟ لما باش غنشريو بها؟ نشريو بها 10 ديال البيسيات. ورا الا كان التزام وباش نصالحوا المواطنين مع السياسه، راه كانت الالتزامات اللي درنا في الحملات خصنا تكون حد ادنى الاستجابه ديالها داخل الوثائق اللي هي مركزيه، لان الوثيقه ديال الميزانيه هي الوثيقه اللي كتعبر على السياسه الترابيه المزمع تنفيذوها. يعني وداعا الرقمنه، ما غتكون عندنا لا رقمنه لا عتاد تقني لا معلوماتي. وانا كنقترح السيد الرئيس تكون 1 مليون درهم فهاد الشراء لوازم العتاد التقني والمعلومات. وبالمناسبه اظن انه توظفوا عندنا موظفين بهذا سميتو ديال الريزو ديال الانفورماتيك. يعني خاصهم غير ما يشتغلوا، وخاصنا باش ننفذوا هاد المضامين الدوليه خاص يكون عندنا بلاتفورم والبلاتو تكنيك ديالها. تالي انا كنقترح 1 مليون درهم في هذا. شراء الوقود والزيوت هنا درتو 80 مليون سنتيم. انا كنقول للسيد الرئيس راه قليل، انا من المعارضه كنقول قليله ما غاتكفيش وغيوقع لك مشكل وغتعطل مصالح الجماعه. 80 مليون ما كافياش الجماعه تبنت 100 مليون وكنجيبوها جيزو جيزو، راه لا علاقه لها بالترشيد. حنا بغينا ان يدارو هنا مصاريف اللي تكفي السير العادي للجماعه. بالتالي خصها تكون 1 مليون ديال الدرهم، وبالنسبه للقطاع الغيار راه تشراو طوموبيلات في الويله السابقه، دونك راه غيبقاو يطيحوا بالطون، راه لا ديوري دامورتيسمون ديالهم اللي هي سان فوق قربت تسالي. بالتالي القطاع الغيار خصو حتى هو ترتفع. حنا راه بغينا نوفروا الظروف السيد الرئيس باش تشتغل في اريحيه وما يكونش عندك مشكل في التنفيذ ديال الميزانيه. ولا نجحتي انت راه نجحنا كجماعه. كن على يقين، من القلب الى القلب. فيما يخص مواد البناء، انا كنقول لك غادي يكون التدخلات بعدا كي راه غيتبعد النائب اللي غيكون التدخلات، راه ما غيكون عند والو، راه مسكين غيبقى حتى هو كيدور بداك الكاميو ديالنا اللي شويه داك الكاميو غيبقى كيدور به. راه هنايا مثلا ملي كنقولوا شراء المواد الخام للمقاليع درتي له 10 مليون، كاين شي ثلاث فياجات ديالك، شي ثلاث فياجات ديال الكايات وثلاثة ديال هذاك الشيء قليل ضعيف جدا اللي ديال الفرايس، راه خاص ترفع شي شويه باش النائب يلقى في شي جانب لي شي شويه يلقى باش يخدم. إلا درتي له هكا راه غيبقى مسكين غيجيب دوك جوج فياجات الشهر الأول غيحبس وغيبقى عندنا 11 شهر أون بوان. تاني اللي كنقول أنا خاصي ترتفع باش التدخلات تكون واحد المستوى معقول. راه كنا كنديرو مثلا في المواد الخام كنا كنديرو 400,000 درهم حنا في ميزانية قهقور، بالنسبة للسيما كنا كنديرو 400,000 باش ما يبقاش فيها هاد لاغيبتيو هاد. تاني هنايا شراء الصباغة كنا كنديرو قبل كورونا، كنا درنا 1 مليون درهم ودرنا 700,000 درهم باش يتصبغو التريطوارات ديال المدينة وباش يتصلو الأرصفة وممر الراجلي. تاني خصها تكون 700,000. أنا كنختار وغنفتح قوس هنايا بالنسبة ل كاين عندنا واحد بالذات في إطار القمامة، كاين عندنا واحد البلاتفورم كانت دارت في المجلس السابق اللي هي مجلس جامعة الكلاس، اللي هي كانت كدار فيها الوثائق ديال الدورات والوثائق ديال اللجان، بدلوا ان في اطار الاستمراريه ديال الوثائق العمومي انكم تستغلوا ديك البلاتفورم ديال
مجلس جامعة الكلاس؟ كاينة. لا كاينة، هي كنا ما كناش كنحتاجوا كاع هاد الورق، حنا ما كناش كنطلعوها. غنمشي للدراسات العامة، أنا الدراسات العامة السيد الرئيس إلا بغيتي تخدم. حنا هادشي علمونا حنا ماشي الناس ديال السياسة بيور السياسة. إلا بغيتي تخدم راه خاص تكون عندك في الريبريك ديال لا لين ديال الدراسات خاص يكون واحد المونطون محترم. لأنك باش تعرف أن ما يمكنش يدار شي مشروع يتنفذ إلا ودارتو دراسة. هاد البلغ اللي درتي هنايا 30 مليون هادي بعدا كاين هنا بغيتي دير غير القاع برنامج العمل الجامعي راه غيطلب لك أكثر باش غاتحوسو. غادير له بونت كومون كيما درنا هنا في المجلس السابق. يعني خاصك الا بغيتي دير شي برنامج عمل جماعي في المستوى راه البي دي ار ديال الجهه راه دار 3.7 مليون درهم السيد الرئيس، راه 3.7 مليون درهم، راه عليه 400 مليون. الا بغيتي دير لك شي مشروع برنامج عمل جماعي في المستوى ومحترم راه خاصك واحد 1 مليون درهم. هذا بلا نهضروا على الدراسات الاخرى. بالتالي انا كنقول هاد 30 مليون سنتيم راه ما غاتكفيش الا باغي تخدم. إلا باغي تخدم راه ما تكفيش. أنا كنقصر عليك 1 مليون درهم في المينيموم. وراه الإخوان اللي مكلم فيهم بهذا الشيء يقدروا يأكدوا الكلام ديالي. وكذلك بالنسبة لمصاريف الدراسات التقنية والتحليل كنقصر حنا 500 ألف درهم داك. هنا غنمشي للإعانات المقدمة للجمعيات والمؤسسات باش نكون بعجالة. كنا قصر حنا يعني الاعمال الاجتماعيه ديال الموظفين كانت قبل الكورونا كانت 1.6 ونظرا لانهم ما قطوهاش وقيل عامين انا كنقصر تكون واحد 2 مليون درهم من الاعمال الاجتماعيه راه حتى هما راه ما قطوش وقيل سنتين ديال الكورونا ما قطوهاش ثاني كنقصر تكون 2 مليون درهم في اطار جميع الموظفين ديال الجماعه اللي يعني في هذا الاتجاه هذا. الجمعيات هنا درتي 1 مليون درهم السيد الرئيس ما تكفيش لان كاين جمعيات ديال 2019 مازال ما تعطاتهمش 2019 مازال ما تعطاتهمش الميناء وغتركب عليها 2022 يعني راه هذه بحال باش تقدر دوك الجمعيات اللي استافدوا راهم استافدوا واقيلا في لندن وصلوا جو بونس ولا تونكاجا ولا ما عرفتش شنو يعني راه ما غاتكفيكش هذه بغا يوقع لك مشكل مع الناس الجمعوي داخل المدينه. انا كنقصر تكون 2 مليون درهم في حد عندنا هذا العام هذا راه حنا كنا درنا في السنوات قبل كورونا 3.5 مليون درهم. اعانات لمؤسسات اجتماعيه اخرى كنا دايرين في الميزانيه العام اللي فات كنا دايرين 400 ألف درهم وانا كنقصر تبقى 400 ألف درهم. اعانات لمؤسسات اخرى اجتماعيه هنا درت واحد سميتو ما فهمتهاش راه سيدي راه تشرح لنا مصاريف استشفاء المعوزين حيت ما عمرنا حنا درنا كنا ما كنخدموش هاد الريبريك درتو فيها 20,000 درهم ما عرفتش علاش درتوها الصفحه 14 مصاريف استشفاء المعوزين ما عرفتش بالضبط علاش درتو هاد الريبريك هنايا. شراء مواد غذائيه للاهداف الانسانيه هذه التحديدات النومنكلاتور الجديده ديال الادات راه تحيدات هذه راه حنا كنا خليناها حيت كان عندنا مارشي كاب بتفاهم مع العماله هذه راه تحيدات دونك راه ما خصهاش تبقى في الميزانيه ديك اللي كنا كنديروا بها القفوه ديال رمضان بالتالي خصها تحيد هاد 600,000 درهم. مصاريف نقل الاطفال المخيمات الاطفال السيد الرئيس ما خيموش عامين بالتالي انا كنطالب باش تكون 200 في نقل الاطفال المخيمات اما 50,000 درهم يعني كنقولوا ما غنصرفوهاش يعني هذه راه بحال جوج كيرا راه ديال الفتنه اشد من القتل راه هي هذه راه كاين دي ريبريك هنايا راه اللهم حيدو عندك الربح كتخليهم راه كيتبقى المشاكل راه من ضمن هذا المشكل ديال المخيمات. اعانات للجمعيات الرياضيه ما عرفتش علاش تحيدات حيت كانت كانت عندنا في كورونا درنا 700,000 درهم دابا فيها صفر وانا كنقترح تكون يعني الجمعيات الرياضيه ما غيبقاش تستافد من الميناء انا كنقترح تكون 1 مليون درهم للجمعيات الرياضيه
والمشكل اللي تطرح هنا هو هذا الفرق الرياضيه درت 80 مليون ديال 80 مليون واش غنعطيوها للكودير اللي تبغى تطلع ولا غنعطيوها للكودير ديال الهوندبول ولا الفولي بول ولا الباسكت بول ولا غنعطيوها للسباحه زكريا ولا غنعطيوها لداخل القاعات لما دابا هذه غنعطيوها 80 مليون هذه راه مشكل هنا وهنا وهنا كنذكر ان ما بقاش سميتها فرق رياضيه حيت القانون داك القانون 30 سبق سعود راه شماها جمعيات او شركات رياضيه ما بقاش انديه شركات او جمعيات رياضيه ما بقاش سميتها فرق بالتالي انا كنقول هاد الريبريك راه غادير لك مشكل انا كنقول تكون فيها 2 مليون درهم الا بغينا الرياضه شي شويه ولا بغينا الكودين طلع راه خص شويه تكون هاد الريبريك تكون شويه على اوتور ديال راه كنا دايرين فيها باش تكون على بال السيد الرئيس كانت فيها كنا خدمنا بها 5 مليون 6 مليون ديال الدراهم لا بيرو ديال 2016 كانت عندنا فيها 6 مليون ديال الدراهم اللي كانت كتمشي للفرق الرياضيه 80 مليون غادير لك مشكل وراه غتحيدوا التدابير الاحترازي غنبقاو يجروا رؤساء الانديه لعندك تالي هذه شراء لوازم رياضيه وراه هذا هو المشكل اللي خدمنا منه راه مين قلت كاينه 116 ليه بيدجيتير فيها اقل من 20 مليون كيف غادير تصرفها راه كيفاش غادير تصرف دوك ليلي غادير 116 المارشي 116 المارشي بزاف حنا راه ما كنفوتوش 50 مارشي 60 مارشي حيت لا كاباسيتي ديالنا ديال الجماعه على حساب دوك العدد الموظفين اللي عندنا راه دير 60 مارشي في العام 50 مارشي راه ما غاتعداش هادشي هذا وغادير واحد 40 بون كومون راه في هاد الحدود كنمشي بالتالي هاد ليلين كي غادير ليلين كيفاش غادير تصرفها حنا كنا اللوازم الرياضيه كانت عندنا قبل الكورونا كنا دايرين 400000 درهم راه كانت عندنا 20 مليون عطيناها 40 مليون تصادر ولكن كومين الفرق الرياضيه كنعطيوهم دوك اللوازم وكذلك كنشطوا بها الحركه الرياضيه وكذا غنجي للبي ام ار السيد الرئيس البي ام ار واحد المعلمه تبنات في مدينه مكناس اللي خصها تعطى لها القيمه ديالها والقيمه ديالها ما تعطاتلهاش في هذه الميزانيه وخصوصا اننا حنا جايين بعد الجائحه هذا اللي غادي يقبض تدبير في الصحه او يعني غادي يكون عنده تفويت في الصحه والامن هادشي دو سويت من الساده النواب راه ما عطيتيه هنا ما يصرف راه ما لقى باش غادي يداوي الفئران باش غادي اباده الفئران ما عندوش شنيوله باش غادي يخدم شنيوله اللي كيكونوا بالنسبه للمناطق اللي هي خصها تدخلات ديال هاد القسم هذا اللي كيخدم راه ما عنده باش غادي يخدم درتي له 10 مليون سنتيم في 6 مليون معني الا جبعتي كلشي ما كاينش حتى 1 مليون درهم بالتالي خصك تنتبه له وانا كنقترح ان خصي يتم الرفع من هذا القسم هذا باش ياخذ باش تاخذ ديك المعلمه باش ديك المعلمه ما ردموهاش ذاك البي ام اش اللي تبنات من جهه محمود الخامس نعطيه وسائل للشغال الصيانه الاعتياديه لبنايات المستوصفات غيبقاو يجيو عندك الناس ديال الصحه غيقول خصنا تصلح لنا هذا المستوصف في اطار الاختصاصات المشتركه هو ماشي ديالنا واللي كيقدروا يخدموها لنا راه خاصك باش غتخدم 10 دنوت سنتيم قليله بالنسبه للجوائز يعني مجموعه من المهم كدير حفلات ديال الجوائز ديال المتفوقين راه هادشي اللي دار هنا قليل ما غايكفيش التكوين المستمر للمنتخبين انا كنقترح السيد الرئيس دير 100 وليو ديال 100 اللي كاينه لان قليله خصوصا اننا حنا مجموعه من المنتخبين مازال جداد خصها يدار لهم تكوين مستمر بالاضافه للتكوين اللي كدير الجهه يعني خصو يدار واحد التكوين مستمر للموظفين يعني بالنسبه للمنتخبين وبالنسبه للموظفين وانا كنطلب هنا باش ترفع هاد لا ريبريك ديال التكوين المستمر كاين الصومي الصفحه 16 انا كندير 200 بعدا كاين تكون 200 200 وكذلك هاد مصاريف التكوين المستمر راه كنا كنخصوها في الماضي كيما مضى
في المجلس السابق بالنسبه لتقويه القدرات ديال المستشارين ديالنا من حيث اللغات. كاين اتفاقيه شراكه كانت مع لاسوسي فرونسي، كانت عندنا مع ديال اسبانيا سيرفانتيس مع اسبانيا، داروا اتفاقيه شراكه وكانوا المستشارين كيمشيو يستافدوا تما. المعهد الموسيقي كذلك خصها ترفع له من الميزانيه ديالو، الميزانيه ديال ضعيفه. منح لصالح الجمعيات الثقافيه الصفحه 17 السيد الرئيس، هذه سميتها هي الفتنه، هي هذه لا روبريك ديال 50 800 سنتيم راه ما غاتلقى ما دير بها. وغنوليو حنا المستشارين كاملين كنجيو في ديك اللجنه الثقافيه، غنوضوا الحرب العالميه الثانيه تمايا على المنح الجمعيات. من غنلقاو الاخبار على ان عندنا 50 مليون سنتيم ديالك، وحنا عندنا ازيد من 700 جمعيه كتدفع المنح، شحال غتجيو؟ 16% ريال الجمعيه. هاد 50 سوا غايحيدوها، انا كنقول ما تعطيهمش هاد العام تاعو. حنا راه كنا كنديرو 3 مليون درهم ويا ربي الفكر. اما 50 مليون سنتيم راه غنديرو الفتنه. راه قليله سي الرئيس، خصها تكون 3 مليون درهم كانت خصها تكون في هاد لاليوم. والمجتمع المدني راه كان عصا في هاد المرحله هادي، راك شفتو ما بقى مجتمع مدني. راه كاين واحد الخفوت. لان الدعم العمومي اللي كان كيجي حنا راه اكبر المدعمين ديال المجتمع المدني، ما بقاش، بالتالي مشى للمجتمع المدني. راه جزء من 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 الدعم اللي كان خصو كنحيو به الحركه المجتمعيه، كيكون واحد المجموعه من الانشطه اللي كدار في هذا الصيانه. الصيانه الاعتياديه للمقابر، وهنا كان جي عاوتاني اللي عنده التدخل. راه كنا دايرين حنا 2 مليون درهم وكنا كنتشكاو من مقابر المسلمين. انتم دايرين دابا هنايا 20 مليون سنتيم ديالك. حنا عندنا 7 المقابر ولا 8 اللي كاينين هنا في الكنيسه. شنو واش غاتجيهم؟ شحال غاتجيهم؟ 2 مليون المقبره ديالك؟ ديال الجير جيرو فيها المقبره؟ ما تكفيش. انا ما فهمتش كيفاش درتوا هنا 20000 درهم. 200 20 مليون سي راس قليله قليله بزاف. راه كنقول دابا انا تم تقزيم النفقات والقتل ديالها بواحد الشكل رهيب. انا ماشي كنحمل لك المسؤوليه انت السيد الرئيس، ماشي المسؤوليه ديالك. هذه مسؤوليه مشتركه ديال المجلس، وحنا كنا كنتحملوا فيها شك. علاش؟ حيت التعاطي ديالنا مع الشركه ديال النظافه ما كناش نوصلوا ل 147 مليون ديال الدرهم. باش ننفسوا الميزانيه ما دارتش. كنا ننفسوها بداك داك داك ما تكونش بداك المستوى الخدمات ديال النظافه. خاصها تكون مستوى اقل باش نقدروا ننفسوا تحت الميزانيه ديالنا. بالتالي راه 20 مليون سنتيم ما غاتكفيش، ما تكفيكش شهر المقبره وكذا. حالك باقي المقابر كيما نديروا. وسيد الرئيس خاص انتباه، انا كنقصر 100 مليون 1 مليون درهم في هذا سميتو هذا. خلاص اللي غادي يقبض مصلحه التدخلات كذلك. عطينا هنا غالي بون كوموند، شراء الاشجار والاغراس، شراء بذور الازهار والمغارف المشاتين، شراء الاسمده، شراء اشارات اسماء الشوارع، شراء عتاد صغير. راه شراء عتاد صغير كنا كنديروا فيه 1 مليون درهم، دابا دايرين نتوما 50 مليون. الصيانه الاعتياديه للمناطق الخضراء، الصيانه الاعتياديه للطرقات، الطرقات خاص تكون واحد الانتباه ليهم. حنا درنا فيهم 4.6 مليون ديال الدرهم، هنا دايرين 3 مليون ديال الدرهم. صيانة المنشآت الرياضية كذلك، صيانة أنسي دو سويت. وهنا غنجي للصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية، هنا غنتوقف عليها. المجهود اللي كدير السيد الرئيس مشكورا. هادشي اللي درتي في الميزانية ديال 4.7 ما غاتكفيش. راه المارشي اللي كنا كنديرو كنكون في 7.6 مليون درهم، حتى 8 مليون ديال الدرهم. 4 راه ما عندها ما غاتشري. راه عندنا أزيد من 30,000 بوست في مكناس. راه كاينه دراسه في هذا المجال اللي دارها المجلس السابق. راه ما يمكنش تعالج المشكل ديال الاناره العموميه بهذا المبلغ. دونك غتبقى المدينه في الظلام الدامس الا ما انتبهناش ورفعنا من الميزانيه. انا كنقصر تبقى في 8 مليون ديال الدرهم. المستحقات هنا ديال الاناره العموميه ما عرفتش علاش رفعتوها. هي بحق خاصها تخفض حيت مجموعه من الشوارع اللي داروا البنيات السابقه داروا فيهم لا، بالتالي التكلفه كانت باغا تهبط، ما غاتوصلش 34 مليون ديال الدرهم، خصوصا انكم درتو لا درتوهم في الجزء الثاني.
درتو الجزء الثاني درتو 3.4 مليون ديال الدرهم. ها لي زارياري هادو لي زارياري كنقول على الاستهلاك اي كنقول على الاستهلاك هنا ما كنوصلوش حنا لهاد المبلغ هذا. شراء عتاد السياره سميتو دونك انا غادي باش نختم هنايا. دفعت لفائده الجامعات كانت عندنا 1.5 مليون درهم، هنا دايرين 500,000 الاتفاقيه فيها 1.5 مليون ديال الدرهم. دفعت لفائده الجمعيات والاشخاص المعاقين كنا دايرين 800,000 درهم، هنا دايرين 400,000 درهم. بالتالي واش هاد الجمعيات هما غادي ما غنعطيهم والو؟ وباش نختم هذا الشق الاول، المنتدى الاقتصادي كنا دايرين له 500,000 درهم، خصو يبقى الدعم ديال المنتدى الاقتصادي. هذيك هيئه مهنيه كتنظم واحد ليفينمون، خصو يبقى الدعم ديالها كما كان في السنوات السابقه اللي هو 500,000 درهم. هشام غنرجع للمصاريف ديال التجهيز قبل ما نختم السيد الرئيس. كما دابا داروا جوج المشاريع درتي لنا في هذه الولايه العام الجاي، جوج المشاريع. المشروع الاول اشغال كبرى لتهيئه مناطق خضراء احداث حدائق عموميه، درتي لها 10 مليون سنتيم، 10 مليون ديال الدرهم. الاسواق الاسبوعيه اظن السيد الرئيس واقيلا ما طلعتوش على تحوى واحد المذكره جات درت هنا واحد جات واحد المذكره ملزمه لينا، مذكره حول اعداد الميزانيه. اظن واقيلا ما غفلتو عليها حينما برمجتو 10 مليون ديال الدرهم لهذه العمليه. لان المذكره شنو كتقول؟ كتقول كذا 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 كذا، واختيار المشاريع الاكثر مردوديه على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقه بالتهيئه الحضريه والاناره العموميه والمناطق الخضراء. فهمتي يا استاذ؟ بالتالي انا ما عرفتش علاش تبرمجات هنايا. يعني راه ما غاديش تدوز، ما غايدوزوها في المشاريع. راه ما غاديش تدوز دونك بلا ما نصيفطوها للتعشير وحنا هذه كاينه هنا. وبالنسبه للاسواق العموميه حنا راه نقلنا السوق من سيدي بوزكري السيد الرئيس، نقلناه دينا 3 كيلومتر سيس. بالتالي شغنعاودو نصلحو فيه حنايا. بالتالي انا كنقول هاد 6 مليون ديال الدرهم يعني ما تكونش في هذا. خلاصة القول أن كنعطيناكم مجموعة من المقترحات باش نرتقيو بهذه الميزانية هذه وتكون في مستوى ميزانية الكناس. لهذا سميتو لهذا حنا ك يعني حنا كفريق ديال العدالة والتنمية حيت ما يعني لا ما اتخذتش بعين الاعتبار التعديلات اللي اقترحنا واللي هي تعديلات جوهرية كتمس الجوهر ديال الميزانية واللي تخلي ان جامعه مكناس تكون مستوى تطوعات الساكنه المكناسيه في اطار تجويد خدمات يعني خدمات القوم انسي دو سويت. حنا راه غنصوتوا بالرفض على الميزانيه. شكرا يتاكد على الاقتراحات. اذا سمحتوا كيف تقلنا نمشيو لوجبه الغداء ونرجعوا من دابا شحال ساعه؟ غادي ثلاثه